نصحوني أن لا أتزوجه حتى لا يكون أولادي سود. هكذا بدأت فاطمة المغربية سرد قصة حبها وزواجها من أحمد السنغالي. أهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل 6 أشهر وقعت فاطمة المغربية وأحمد السنغالي في الحب وتزوجا. أحمد من السنغال وفاطمة من المغرب، واجههما تحديات غير متوقعة كون أحمد أسود البشرة. تقول فاطمة: كل الفترة التي سبقت عقد قراننا رفضت عائلتي بأكملها زواجي من أحمد، لكن والدي هو الشخص الوحيد الذي ساندنا، وكان كلام الجميع معي كأنهم يقدمون لي النصيحة: لا تتزوجي بهذا الشخص لأنه ذو بشرة سوداء، وأولادك سيأخذون لون بشرة أبيهم. أما من ناحيتي فليس عندي أي مانع، حتى لو كان لون بشرة أولادي سيكون أسود، لأنني مقتنعة بقراري وأحب أحمد وأفتخر به وبقراري بالزواج منه، ولا يهمني إن كانت بشرته بيضاء أم سوداء أم حتى بشرته قوس قزح، فأنا لا أهتم أبدا بذلك. ويقول أحمد: لم أتوقع أبدا أن أتزوج من بلد مسلم مثل المغرب، لأنني بكل تأكيد سأواجه العنصرية بسبب لون البشرة، وأستغرب جدا كيف يمكن أن تكون عنصريا تجاه أخيك الإفريقي، هذا غير معقول. تقول فاطمة: قبل أن نستأجر شقة الزواج حدث لنا مشكلة مع مسؤول العمارة، فقد رفض أن نستأجر الشقة وقال لزوجي: نحن في عمارة محترمة ونحن أشخاص محترمون ولا نقبل بهذه الفئة، لكن في النهاية الحمد لله أدرك خطأه واعتذر لنا والأمور على ما يرام الآن. أحمد وفاطمة أسسا قناة على اليوتيوب ويتحدثان عن تجربتهما. يقول أحمد: عندما يقولون أن التقاليد والثقافات لا تريدنا أن نتزوج من غير العرب، هذا غير صحيح، هذا فقط حجة العنصرية والعنصريين، فهم ليس لديهم حجة للدفاع عن موقفهم. فإذا كنت لا تحب أن ترى الناس معا، أين هو إسلامك؟ أنا حقا سعيد لأنني تزوجت فاطمة، والدي أيضا يحبونها حقا، نفعل كل شيء سويا، نناقش الأمور ونكون سعداء سويا، نتشارك كل شيء ونساعد بعضنا بعضا في كل شيء، ونحب بعضنا بشدة، فلا يوجد حب أقوى من حبنا لبعضنا البعض، نحن أفضل زوجين على الإطلاق. هكذا تحدث أحمد وفاطمة، أحمد السنغالي وفاطمة المغربية. أرجو أن يكون الفيديو قد أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.